طبعا السيس رضا، انت بتتكلم لحديت 325 ميلادي في مجمع نقية طبعا، لكن كان في مجامع كنسية كتيرة، ومعظم هذه المجامع مش تكلمت على أساس أنه يعني تثبت صحة الكتاب، لأنه الكتاب كما ذكرت كان موجود، ولكن وضع قانونية الأصفار هو للحفاظ على الكتاب بسبب الاضطهاد، بسبب البدع، بسبب الهرطقات اللي حاولوا حتى من داخل الكنيسة أن يهاجموا الكتاب المقدس. فمن أجل هذا المجامع الكنسية سواء من 325 للقسطنطينية للخلدقنية، يعني كل هذه المجامع كان كل الغرض تثبت مش بس لاهوت المسيح صحة الكتاب المقدس. شو رأيك؟ على فكرة احنا معانا دقائق معدودة أسيس رضا، تفضل. أسيس نزار، أنا كل اللي حابب أقوله إن هذه المجامع المسكونية ما جابتش مجموعة كتب كده من الشرق والغرب وراحت قالت ايه، طب نختار ايه، ايه رايكم، مين يختار كذا ومين يختار كذا. ده كلام فارغ، ده كلام غير علمي وغير موجود على الاطلاق، لسبب بسيط، انه الكنيسه الاولى من سفر الاعمال اصحاح 2 يقول لنا الكتاب كانوا يواظبون على تعليم الرسل. نعم. والرسول بولس لما كان بيكتب رساله كان بيقول الرساله دي انا عايزها تقرا هنا، وفي رسائل دوريه زي رساله افسس، وبطرس بيشهد يقول عن الرسائل اللي كتبها بولس اللي فيها أشياء عسرة الفهم اللي يحرفها غير الحكماء والهالكين لهلاك أنفسهم. فكانت الكتب المقدسة متداولة ومعروفة. إيه بقى اللي عملته المجامع المختلفة زي مجمع نيقية 325 والقسطنطينية 381 وخلقدونية 451؟ مش اخترعت الكتب ولا اختارت الكتب، لا، هي أقرت بالضبط بأن هذه هي الكتب المقدسة فعلا. هي الكتب المقدسة، بيبقى النهاردة صادقت على ما هو موجود. مش اختارت شوية كتب علشان خاطئ وسابت شوية كتب تانية، لكن بسبب الهرطقات وبسبب الهجوم وبسبب التشكك بعض المؤمنين الجايين من خلفيات مختلفة والهجومات اليهودية والفلسفات المنتشرة في ذلك الوقت، الكنيسة حرصت على أن تضع قوائم بالكتاب المقدس بأسفار الكتاب المقدس 66 المعروفة بيننا. وحابب أقول في نص سطر يا أسيس نزار، مجمع خلق الدينية شهد انقسام الكنائس المسيحية، لكن الكنائس المسيحية لم تنقسم على الكتاب المقدس، فالكنائس أقرت بأن الكتاب المقدس هو كلمة الله الموحى بها بالفعل.